اهلا يا فردوس. هاني بيه، الحمد لله على السلامه. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامله مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتغير. بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هسامي لي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمك هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقوله انت كنت ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. هاني دي. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟ اه تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي. اون كوم اوس. سودان؟ ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي.